السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن توعى وناكسن دمانتين مرت شرفك كسو قيب قال كلن كان وجوه الرئيو حلبان محمد عبد يوسف إنه جي من تلك سوماليا يوم مرتضى كلا لفظ إذا دربيه سيدا قدوميها جالية الصومالية دا يكون مدي سي هنا إفسن على أواره يو سيدا كلا بروفيسور عمر شيري وكم إذا ها هكي لفظه توه جامعة مدرسة الصومالية بريسمات كي إما كان يكون ودع هولن سيدا سيسيل مدا نقوم هذا إلينا يا كقيب جالية شيء يقول قيبها كلا دواني برشلة كييمد كلن كان حقوري سجا كواد انحارت ذلك الصومالية يوحك أوجانشه جاليد هل كان كل مرسيدا وحبذا ولا صعلا هي كوادا برامش كانوا أنت بذا نحندون مدا إنه كل اللي يسندون بحقته اللي بانك وذلك أنا قصين دونه كديمنا أي إيمان دونته سؤالك كوادا واحد صعلا سيد وحلا وبيرن كرا سيد وحلا وبدلي كرا بان وجد كسي هاي وحارو كان عيال مجالد الدهي يودن كهولم وحاب رامش كان سوى ديجرا وبدعوان يسنتلي في شكل عالمي جا يونيفرسال تي في يسيدو كلا راديو في او اس أنا قاعد دول قريرة يا جلس عطسيني يا دينع كاميرا سوى ديجرا وحنا وجوه السيد علي يو صالح وحن إمك أويريا بدعوة وده كله شو هولين هاي إنه هذا الك مركو هو رئيس السودوين تا حلباك ونود أفرو كلن كا على أواره وآه قدوميا هذا الله تصومالي ده يكون بديسيه إن أفسر كدي منو حنكو حي دونا عمر وحال اسي كدي دونا مركا خيل باك انه مركا ورا سبحان الله علي كسو دو مركا ورا دولي كارير تاجا تو محسن تاعي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صدر يا لي مروي ثم شرفك كنت دت كل كسو خير كرادي يا لي محسنين اجعل السجاره انا عمر علي خيل بان محمد عبد يوسف وسيادتي كتحسن برنامجك دوله الصوماليه كنتين وي جنب أن أد وصعني أرنيه وكهد لي أسري وياشيك وأداد يجعلنا هاي بالعريتاس كنتين وغورمو يمشي وحمريا سيوك وحجعل إن مهر علي ودكي هوشان سوخ مقابي وكان دي هاي سعيد حمد الله وكنتين دكك وعلمشا كم مخانا كي هوشان سوخ مقابي يقول هادي اللي ما تسيين وحجعل هاي مرحلة إلى الحلوات هذا الكسروي وما تسنتين ورايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر كدبان هذا ما صنعت حالي. سيناس وكري وحال مع بجيتنا يا أصحابتي سوشو مستحيلتان وماشى نوصل يا رسا واحد أنا ما كان كم أنا غير محمد عبد يوسف وأنا قاعد بالعيد من آخر مدير بالو وربحينا نسيو ما دام ويا رؤساء سياسية وقت بدنا كبر لنا رمى الصومالي من سمع في عن كل الصومالي اللي هاي وحاولوا وضن اللي مضى الصومالي جهلك يهلك جوكتر وكجرو مركز وبيلها يمالنا وعيقين إيو تسالة وموكا وانا سنت السلام عليكم وحان إما كان عن كسر دويني نام وكرفونك حلبان محمد عبد يوسف وان شعلا يسيقوا ميشا وفرد يبا إنو كهل لكرا ومكرفونك وشقيني waxaa anaga waajib inagu hadan xilibanada nahay markaanu meel tagno inaannu shacabiga Soomaali meel kasta joogan dareenka dalkoodi dadkooda ka jira inaannu la socodsiino mar walba waajibaadka iyo xuquuqda ay leeyihiin kala hadalo markaasna aan ma taqaanay u gudbino ma taqaanay meesha ku haboon taas ka iimaaniso sida la socotaan dalkii baan ka imi waxaan joogaa laba gudban hadda jooga wax dalka socdaan kulli waa la socotaan xaaladaha dalkuna sida yihiin waa la socotaan aad badan la socotaaniin laakiin waxaan rabaa de marka inaannu isku gaabino waxna isu sheegsheegna loo baahan yahay sida ay ogsoon tiin dalkeena muddo dheer wuxuu ku jiray dhibaato fara badan oo aad iyo aad u fara badan ku jiray dhibaatadaas oo ka imaanaysay ma taqaanay faragelishii sheeye iyo wax magarato fara badan oo Soomaaliya oo lagu adeegsanayo in arintaas ay fuliyaan arintaasina weli nagama dhamaan way socotaa xoogeedina waa u soconaya waxaana lala maagan yahay waxa weeye dulli iyo sharaf darro inaynu ku dhamaano intaynu joogno intayda tabo
ayaa nala maagaya maanta meesha aynu marayno dalkeenna foolxumad uu marahayo iyo siduu yahay waa la socotaan qofka soomaaliya uusan sharaf dalka ku lahayn iyo dibadda midna ku lahayn baanu joognaa waxaasna waxaa inoo keenay annaga ayaa isu keennay annagaana ogolaanay wax walba inaan ku sameyno waxaa naga baaba'ay orgoolyadii qabkii iyo mataqaanaa iyo soomaalinimadii iyo rabitaankii dalka iyo dadkeenna ayaa naga baaba'ay waxaa xoog yeeshay kala qaybin iyo danaysi iyo maalina loonnima ayaa xoog yeelatay ayaa xoog yeelatay sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed waxaa weeye ummad ma garanaysaay isheeg degan meel istraateejika dhul dhaqaale ku jiro oo la ogsoon yahay marka waxaa ku sii jeeda qorsho weyn oo ballaaran oo shisheeye oo halkaa laga doonayo dana gaara laga leeyahay inaan marna dowlad fiican oo soomaaliya halkaasa ka dhalinay awood soomaaliyasa ka imaan laga shaqaynayo waddamada reer galbeedka maraykanka uu hogaamiyo ingiliiska iyo talyaaniga iyo kenya iyo etoobiya shantaa dalba arrimaha soomaaliya faraha kula jirta ayagaana dalkeenaga xubin xubin ka dhigay geed walba gaarsiiyey meel walbana qof fariisiiyey oona ogolayn dowladda moodhexo awood soomaaliyeed in meesha ka dhalato aan la ogolayn ayaa meesha laga sameeyey waxa weeye ummaddiina waxaa lagu kala qaybshay laba waxyaalood qabiil siyaasadaysan oo nin darajo doonahaya oo danaysta oo shisheeye ku xiran oo wato iyo diin siyaasadaysan oo ninkaasoo kalaa isagoo diinta ku shaqaysan oo darajo ku reedinayo ayaa ummaddii kala qaybisay oo isku dirtay isku baabi'isay dalkii waxa ka soo baxay waxyaalo la yaab leh gobollada waqooyi waa go-nay yidhaaheen somalilan wadacada ka maqashaan somalilan iyo soomaaliyaad ka maqashaan ja olredi waxaa laga dhigayaa laba dowladood oo siman baa laga dhigaya soomaaliya iyo somalilan baa shiraya laleeyay oo laba calan wata siilayo madaxweynihii jamhuuriyadda soomaalilan sheeganaya soo fadhiisanaya calan wata iyo madaxweynihii dowladda dhexe ayaa soo fadhiya iyo wasiiradii oo siman soomagaran yacni waxa weeye waa yacni waa khayaano qaran oo mataqaan dalka lagu kala qaybinaya wey weeyaan waa dembi qaran weeye waxaad arkaysaa dad hadlayo leh min raas gambooni iyo raas casayr oo markay hadlayaan ka mid tahay hadaladooda ay ka mid tahay dadka macnaha marka waxaa laga tegaya waqooyi oo dhan baa laga tegaya meesha la dhihi raas gambooni ilaa low iyo cadde la dhihi lahaa baa waxaa leeyay raas gambooni iyo laas casayr dadka dega baa la leeyay waxaa laleeyahy oo kale soo baxay eryada soo baxay ka mid ah inta af soomaaliya ku hadasha maxay la mid tahay anglophone iyo francophone iyo la mid tahay soo maa dad isku dad ahayn oo kalaa laga dhigay soomaaliya meel kasta ooda tegtidna nin etoobiyaana fadhiya oo xukuma hargeysuu fadhiya garow wuu fadhiyaa soo garan maysid xamar buu fadhiya ismaayuu fadhiyaa baydhabuu fadhiyaa kulli waa fadhiyaa annagu markaasaan waxaan aaminsanahay inaan xorna dowlad nahay gumeegaarka waa ka baxnay horumar baan gaarnay mataqaana isheeg dalku waxbuu qabtay waan la soo taaganay oo waxbaanna ka ogeyn dalka halkaasuu marayaa dib xoreyn buu u baahan yahay soomaali buu u baahan yahay midni buu u baahan yahay waxaa laga faa'iidaystayna waxa weeye annagaana kala geeyey oo qof walba meel loo diray marka midnimaa loo baahan yahay intiina halka joogta iyo intada ka maqan isu taga tala soomaaliyeed oo midaysan ku wada shaqeeyey annana gudahaanu joognaa gudihii baanu ka shaqeynaa dibad iyo gudaha in laysku xidmo dalka la xoreeyo loo baahan yahay oo dibad loo sameeyo aad iyo aad baad umahadsantiin dhegeysigaa dhegeysteen intaasaan kusoo gabay intaana dadweynaha u gudbin waxaan rabaa inaad su-aalka ugu celisay barnaamijka oo aanu hadalka ugoogoosano waxaa hadalkaaga u badnaad ku celcelisay dalka dib xoreyn ayuu u baahan yahay waa la haystaa waxaa la xasuustaa xilligii dowladdii cabdulaahi yuusuf allah naxariistay ay muqdisho tegeysay xildhibaanada adigu ka mid ahayd iyo rag maxkamadaha ku jiray asmara isugu tagteen halkaasaad ka bilowdeen xisbi ama urur la dhihi jiray dib xoreyn oo hadda kelmadahaaga u badan dalka dib xoreyn buu u baahan yahay markii dambena kuraas baad ku hesheen etoobiyana dalka ma bixiyana dhinaceeda kaga soo noqotay marka dib xoreynta iminkaa ku dhawaaqayso taas maxay kaga duwan tahay maadaama doorashana soo dhowda waxba kagaba duwan waa isla mid weyaade waxa weeye waxaan taaganna dalka hala xoreeyo maalintaasna hala xoreeya tagna haddeena waa taagan aniyo cinta ila midigo maalintaasi doorashadii ka dhacday jabuuti isla markiiba xisbigiinii qeybo ka mid a madaxweynaha ugu horreeyay isla maalintiiba jabuutigaa ka etoobiyadaa ka sheeganayseenba iyadoo loo caleemasaarin buu ka degay marka haddana ma u muuqataa un inaysan
حرمة ذلك أودنا أيضاً كهدينا كليو طاي دبسون قش السياسة ديس موجينات وذال. أدر واحد ويدتك نبني وقاد قال دتك اسمه وضع سارة نبوا واحد أمسية اسمه قرر أنا هو رجاس كم بتبناها وحنا ديدنا إثيوبيا يكينيا يدو دم الصف كورة إن لكانوا جمهور الصومالية ما دام تراديشنالي نقدر حيسو عقد يسقوميسي يدبات نقدر حيسو وحنا نسوي جدنا نري وإن إثيوبيا يدو صف كورة لقى سارة لنا لكانه ودم الرح لحاد الدول أوحية أيه markiina la ka diiday oo wax la diiday oo dagaal dhacay oo lagu heshiin waayay oo kala tagnay oo anaga nal dil rabi laftayada anagu markaa urur waxaan sameeyay dib heshiis la yiraahdo ururka dib xoreynta Soomaaliya waan loo yimid waxaan ku casbaray nal kugu yimid nikola waxaan loo yimid nikola yiraahdo walaal Cabdallaah loo yimid ninkii UN ka wakiilka waa Soomaaliya wuxuu na yiri waxaan rabnaa adinkii dawladda inaan heshiisino دولة ديالك اللي شستنا رمنا واحد نروى قولا لكن كنديش ما نروح حرا كنديش نروح حرا واحد ويا إن قدامنا صفقة رأس عبد الكريم مركز أيان أقولانينا وايد كسرين نهبي الشركة ماذا سلاسل واحد كوني ماشي اللي يراه إن أيان كوني بجبوت كوني ما حد عاي مرك واحد عاي dowlad diyan markii la heshiinayna horta waa kala qaybsanay oo abdullahi iyo ninkii la yiraahdo nuurcada waa kala qaybsanay nuurcadana waxa uu qabay abdullahi wax kale wasna ayu annaga laftayadu dad waxaanu ahayn waxay isu keenay dadna Itoobiya iyo maamul Itoobiya oo tay diidanay dadna Itoobiya ma diidanay abdullahi isu diidanay soo karin mis ماذا حدث يدي مركب واحد نقطة نيمان إثيوبيا عند الدنيا عبد الله يوسف قال يدي الدنيا ما قال مركب نبي جبوتي مركب نبي إسلام مركب وكونتاكت واحد نسمي إثيوبيا هنا يتقع أنا أقول هو وعيو ربعين بحام بنو قالني شرب نوية نهضت بحدان ديار دار عصون نقول مسامع نكوني هذا ندورنا هنا ما تقعنا يبدل كين مركب ديار دار عدن وأباشيني ماذا حدث يبي نقطين markay la doortay madaxa noqday kulli Itoobiya u tagay waa baxay Itoobiya naga aadi markii ay aadi waa kala jabnay markaas mucaarad iyo waxa isku noqonay iyo niman muhaafid baan isku noqon aniga ay waxa la mid rag diidanaa baan ka hor yimid oo diiday in laga la riido oo la bedelo anaga ka shaqeynay ku hada joogna anaga keenna marka fikraddi baan lagu kala qaybsanaa oo sida loo kala aha ma garta adeer marka أنا وهذا الحل دبنا نقولنا أبو يسرين نقولنا وبجنو مبدأ أيك كمان اللي إحنا نك دقال كيمان وضنا وديدنا هذا نتيمان وضنا دل كان إنا الجوميسن وضمة درس كاي وإحنا من درس الجوميسن بعد دقال وجدنا أنا يعني وإحنا رميت أمي صوم إذا مثلا كجرا هدي أتسان وإذا إنسان مركب هرب محب بارلما كصومالية أرنتني سدح سنة يبر بدولة نشرتاي أي وجه الواي وقولوا أولو لهم وين اللي قال حب صوبين أنا ومجوجنا هذا الكسر أمي صوم Itoobiya iyo Kenya iyo Djibouti inay soo galaan anagu waa diidanay waligaa waa diidanay dad badan oo aniga ka mid ah diidanay dad iska ogolaanay waa jiray waxaana lagu shaqeeyaa majoransa iyo imtixaanka cod dheer baa lagu shaqeeyaa soo garmaysid waxaana weeye labada dal Djibouti lafteedu qabadaad badan lagu sameysan jiray laakiin di cadaawadu kuwa noo qaban ma qabto لكن كان يتوب على ودنه قام ولا يغنى سو قرمس وحاوي مركا إن ما هم معنوه أنه إنا نري يتوب يا كينيا هلا كان برلمان كون مدهن وحا فرستة أفريكا يونيو ما فرستة أيغا كانوا يرامي صوبي كجيران أنه هو كهذا الله وآن برلمان كما صوبحن سو قرمس وما جرس أن تكون صوبح يران لما كيني كانوا مجشتو الشيس كدور دلغول سنة واحد إساس تدقى أنه aan doorano madaxweynayaasha ka dhigana wax la midana waa naga leexdo dhinaca kale maray laakiin annagu wali waxa u taaganay mabda ayagu u taaganay aniga waxa ila midow midaan ah mar walba ku dhagan tihiin oo aad dhahaysiin waa nala gumaystaa idin kuma raacsan ummad iyada aan isgumaysan lama gumaysan karo arinta hoos aan ka soo bilaawno maxamed
waxaan ka soo bilaabeynaa inaan annaga horta isjeclaano runtu isu sheegno annaga yaa intaan is ilowno oo madaxa isu salaaxno aan dulmiga waxaan la aadeynaa niman diriskeena iyo niman kale oo naga awood badanoona gaarin aabo ninka yariga cilinka way aabudin ninka weyn anaa iska celaaya budin taasna waa idinku tihin ma aha haddaad rabtiin soomaalina isu timaad maxamed waa ogta waagii maxamed siyaad la burburiyey ee aan ummaddii qaxday ee la dhibaatood ilaa had siyaasad waa ku jirtay maanta meelaan ka roonahay ma joogno aanba dhib kasta qabno anigu waxaan qabaa dowlad mar kastana aan dadka sow in sow waagii carta oo cabdiqaasimna aniga waa intaan ka taageera nin qabsado aanan taageerin male waxaan u taageerayna waxay ahayd dowlad xun dowlad la'aanay dhaartaa weli waxa ay damqi hayso annagoo dowlada dhibkiina gaaray aniga weli waa ii muuqdaa maoga idinka haddaa xagga tagtay qalbigiina waa adkahay kala daadintaan naga daaya haddaa kursi ku raadaysiin iyo hadday madaxadeeg idinka tahayba naga dhaafa dowladaan weli haysanaa rofesor cabdi faarax gacan taagay dhibaata waa nagu jirtaa waana nalageliyey dhibaatadaas waxaa weeye waxaa dhici kara maantayto magaalooyinka magaalada gaalkacyo oo anigu aanu haysta yaryo beledweyne ubucdiiso soomaalida waa anigu ma aqaan dadkiinaan dhallinta yaryar qaarkooda qof waqtiyadayda ama da'dayda oo aan labadaas magaalo soo marin ama ka shaqayn ama magaciisi ma jiro waxaa ka dhacahaya maantayto madaxweynaha soomaaliya madaxweynu nooya waan dhaleelaynaa laakiin madaxweynu nooya haddana waxaan u malaynaa inuusan lahayn awood u yidhaah waryaaya ii imaada labadiinuba ii imaada waxaan iyo waxaan saanha laga yeelo okay maalintii la yidhi federaal ya federaal waxaa weeye qabiil qabiil u kala go'a qabiil qabiil u kala deg ya ilaa aan federaal ku dhex jirnana ya oo dowlado kale madax bannaan oo aan midda dhexe wax ay tahayba ya si ay noo tahayba weak of strong or good ya challenge ayadii kula jiraa ilaa federaalka noo keenay waa madax bannaantii bale reeber jiniland magaciisa irland ya marka federaalka iyo nidaamkan naloo sameeyey wax saxa kama dhex heli karo horta aniga saddex su-aal aan qaba aan adeer iyo dadka ka federaalka jiidana kugu soo jeedaa marka wax lasoo tijaabiyo hala dhahaa waxaan nooma fiicno maanta dhan waxaa leedihin federaal nooma fiicno soomaaliya sagaashankii dagaalaa dhacay nidaam aan kusoo shaqaynaynay soddon sano gumaysiga ka bacdi nidaamkii gumaysiga ka bacdi waa aragnay waa laisku dagaalay bal marka idinkoo dad wixii dadkii la heshiisiinin ba waxaa leedihin waxaan nooma fiicno adeer sideed sana xildhibaan ahayd sideed sana kamaydan shaqaynin dadkii inaad taa isku keentiin heshiisiisiin inaad heshiisiisiin iskumaydan dayin marka haddaa idinkii fashilmateen naftigiina inaan waa fashilmanay ee bahashaan aan iska dhigno inaad dhahdiin way anigu uma nooli inaan wax cuno ama jaajuushdhegayso amadhegaysadi ama jaajuushi sheeye aan noqdo soo garamays ama jaajuush ama dabadhiir sheeye inaan noqdo waxaan u taagnahay u noolay halka u taagnahay qarannimada soomaali midnimadii inaan ka shaqeeyo waxa soomaali cudurkeeda yahayna inaan sheego shacbiga soomaaliya u sheego waana u sheegaya weligayna ka leexan may mabdaaas federasyoona soomaali xal u ana nin ii sheegi kara ma jiro nin aan ka maqlahayaana ma jiro ninkii asagu raadinhayaa waa fikrad isticmaar waa burburin soomaaliyeed hadal aad adigu dhibsanaysa ama gocanaysa haddii qof uu ku hadlo marka baadoo kursiga fadhiya ka jawaabinayso marka lagu siiyo adiguna artigaada dhiibo taasi ayna xushmada ku jirtaa waxaan siinayaa ninka waa idin imaanaya qof walbana hal daqiiqa ayaa laga badsan khudbadaha naloo soo qoo su-aal asalaamu calaykum waan isalaamay dhammaantiin waxaa sharaf yahay inaan matakaan naan kasoo qayb galo shirkan waan uga mahad celinaya xildhibaanka iyo dad kaleto waxaan qabaa su-aal ah waan ognahay problemka soomaaliya jooga waan ognahay dhibaatadii waan ognahay halkii waan ognahay cudurkii wax walbaan ognahay waxa weeyaan ciladii wax walbaan ognahay marka xildhibaan maxamed cabdiyuusuf waxaan kuweydiinayaa dhibaatooyin badankii aan soo marnay ma jirtaa balaan lagu badbaadin karo dadka oo la odhan karo optionkan hadduu xumaado kanaan qaadanaynaa oo aysan noqon codka waxaa lagu shubaynaa madaxweynahan hadduu dhaco si kale u siina macnaha weeyaan alternative option ma jiraa oo balaan a balaan b balaan c oo dadka ku badbaadi karo ma idiin qorshaysanya horta marka ugu horreysa
هل إنا سوشيغنا المباهي ربما كالصوماليا أي هذا كو مشغول سنتاي هي مدحوينها هدي كلا هي سيدة الله سكوها يستوى أرنتو مدحوينها معها وحاو هي مثلا أنه إنتا ندولة هاي الرسمي صدن صنايا هاي صدن كاسان والله بس سيستم أيها أنه كو دقمين سقال كيسان وهوري سيستم برلمنتري ومدحوينوها مدحوينة برلمنتري وها أود أسيقو تيف كاس كلاها يعني يعني حكومة دا أود لهاي هي أود لهاي وفنون تاس كلاها سياسة دا لغالها بلشادة أمنك كل حكومة دا كمسؤولة هصيّا شيء وحاوية كعانكم مركو للشيء أود دي مدحتوي نقطة برسنس السيستم مدحوين ورغمي وأسيقو تيف مدحوين أود دي هاشي كوبي الله وتنسر لكو دغمهاي هذا واحد بربر ما كنا هذا واحد لون قضي سيستم كورة لحدك أوفير سنة سيستم كي هراء لحدك يا لون أو ملحوين هو برلمنتري هذا سوى تيف ماء لكن تذكر الصومالي ذا ينكي ما ذبه نول بأودي كي كوريس أي كورة معايا أو ملحوين هو أودا وصلاهم باستعمالية أو حكومة ذو إلها waxa la isku qabtaa maalin walba taas weey hadda waxaanu mareyna yaani meegan raisul wasaaran mareyna soo galmis waxa weey marka maxaa keenay yaani afar tan sano saddex barmiis bar mareyna laba kooris ina abdish kooris maxaa dhacay marka mar walba madaxweyne iyo barmiister ayaa saamaha wax dhex galaya marka madaxweynuhu markaas wuxuu ka shaqeynayaa ninkaasi loo riday ninki wal riday ayaa mid kale u keenaya meeshii ka bilaabanaysa dadkuna madaxweynihii maxamed siyaad baa u haystaan madaxweynuhu waa ninka la yiraahdo cali samantari waxa weyn ninka la yiraahdo ii sheeg cadde iyo wax la mid yahay ma taqaanaa ii sheeg iyo cabdirashiid madaxweynaha ayaa mulamti marka waxa weeye waxa naga iskaaya dhexgalay tradition ki cusub oo dhexe iyo waxa jira iyo wax sharciga inaan ku dhaqanno ma rabno soomaalida waxa weeye sharci ma jecla qofka soomaalida wuxuu asagu markaa rabaa sharci u ah oo jecel yahay ayaa waa marka complication horta ugu weyn oo dawladdu u shaqeyn laadahay oo u shaqeyn u socon laadahay waxa weeye waxa meeshii soo dhexgalay isagu tifki iyo presidency iyo legislative waxa dhex iska galay oo saas isugu dhex wareegay أقول ده أنا كينيس يدرس يوبرد يوبرد وضد كإيمان يا وحي يوبرد إن ضد ما مل دول دول يسوما يا من أركين أنجرني إني يضد درس ليال أي أسكون أحكي له أي مجلس نقول نسا نحن نسين يا كيلا كل صار قنية دقلها صار دقلها ما أدري كم تسي لكن دقلها صار قوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتي يمكن حد ماك وهي أطاي نقول بها وحو موجي هاي مشرة الصومالية وكم موجي هاي وحو حد ماك يعني إن وص أنا الحرة هاي أنا الحرة هاي حرين وبي أرش يعني حانة أو حرنتي تبارك هاي دو عن مرة يعني ضد ضد كذي حرة إني يقعنا بان لقلي كني بان الدوغلي هدي قوة ضد حرة وحان انت رالي قار بان الدوغلي ما وحو كنا دائرة كاكا taas daraaddeed baan waxaan codsanayaa su-aalna ka dhiganaya miyaysan maanta taagnayn ha noolaato inaan samaysano xisbidayna oo nin walba dhagaxiisa iyo wuxuu awoodi kara inuu qaato intaasaan ku soo koobaya asalaamu calaykum aada u mahadsan tahay sida ninkaa su-aalaha loo soo koobiya taaaseena ma cool arrintan xiwaal nooa runtii كسرال بقطوات تربدي وحان قال لي تقال سك إثيوبيا إيه سوماليا ما أنت نساء الله سعطان وحكم التاي في الدرال إثيوبيا علا قالت شو تمله حكي كم دي دي أسألي يا دول ديان كسرال إثيوبيا كسرال بقطوات تربدي نوع دمني وأبا بعني أنا وحان قبعة
إن عدو الشباب إيتها مهمة قوي إن اللدغة عن لعيتها والشباب صاب ولا سعطان إيطوبيا وتضوات الكونا إيدي مقالة مقدشة طالب وحكا دعنا وحان تقينا إيه لهم إيطوبيا مكسو تكونينا محا ديدي يكيني إني استفاعدو أو أي معرفة لما تقليدة جريتان كقرن مريدة إني دفاعتو مين سنعين أمسون ووالدة جوكتو بروندي جوجو ما ها سيدا غاركا ميدا كلاسي واسيديت المليون انا بقد بان لنا ان ولا لم لا عورو دقال لا عورو او واخ اسويدا سنسو معقول ما ما تما دغال لنا انا كلي كلي وحنقبا ايتوبيا يا كينيا قعدتينا كوم جيران وا دولت كميدا وصوماليا لكن دولها درجك كميدا ما سيدا لا الغيت هدي أمس صباحا كل صباحا. سيد عطري كينيا يو كينيا محي حقل ذي شريتان كذي إني دفعته. ما حد يدي إنك هذا شيء صومالي إني شريتان كذي. وح صومالي دي صومالي جميسي عن كان لجواج ريتة. متلمت الشباب أيها تاجن على المذو سمستي كي بلو جل بدري تاسع مدن إن ما أتي إلى إفتيميو أو وحلاقي قطو. ما لو البلد مقال المقدشو. وح إذا ما لك سمعت. أد والله ما سمعت. الشيليلا برا يتوبيا خدوسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام شيليلا أتقى يتوبيا رحبوا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسمع الله رئيلا مخدرالك شو حرمينا كويديو وقشين ميعم إني ملحوين وسكشي مرحبين أنا دوتي وما أحمر إنه وين فني حسج محمد وحن وقع محمسيات برا وين سياب أرتضات الكي أي امتحان بنجي سوى بنكتي أفر بقول بخير قرني حلو بعنا تما قف هذا على إلا بس ما أصدق أنا هو شعب يا ورخلا بقرني سدح بلك وخالد وريك توصل ساري امتحان قال وعري هذه كمان الوريك تعب يقول فراس وصار ترى دارنا كل جورن توراتي مرحبين ما وليت ما صوت سارك كان أمرك بحنا إنسان. يديكوا بار لا بس. ها. كي يتوبي أشيء أي نفس وليت ما صوت سارك أنا. والله والله كان غرابة. أنت أسان بيلا. أفضل كدوري. ما صوت سارك. السلام عليكم. أنا روح أربعين كويتي ولو تروح تكون بالعكسي. وده قوال عيسى الحريان مهيب عيسى مغربي حريان المحايد كقرشيسا أنا قد اللي يراهان أما دادك يغان بياس براهان محايد تلونا سينا إن شاء الله عنوين أنكو دقارن مدام ودن كي الله روي الله حريان وحان قالوا إسكا يمويشين أو داتو إسكا كعسين لكن ويمد واحدة مدام ودن كي الهيست محايد إنك قوليه إن الربا ومحل دبان ندي إن الربين ودن كو حريسان حالي من الأمصر حاسة أن جن الكباني السلام عليكم واتا بابسيني اللي يردو وحوج مانتا يمرحي بريتو وحالي ينوي وعنا أنا واتيان وحيرة أنا ودردار أنا ما دحني مر هذه المني والله أنا أقول هذه المني يبلي يطلع حولنا هذه المني oo xoolo nirraacsimay derajo kasto dalka Soomaaliya laga qabto madaxweynaha waa mar aawna hadan inta wallahi inay bakiir laga dhaxlay shilina laga dhaxlay ogaada taas xoolana raadin maayo derajina raadin maayo waxaan xabar iyo dhibaatooyinka xabada u dhex jooga oo qarnimada Soomaaliya dhalinyaradana waxay tahay mar walba xooga markaas diida wax xun ولو عياري مستقبل كودي في شركودي. لاليادي واحد لو أديك سيدة قابيل سياسة ديسان يدين سياسة ديسان بل لو أديك سيدة. والا استعمار يدا الاسكود دي الاسكود بالبوية الاسكود دار. في شركودي مستقبل كنا تاسع لقودي. هذا ما لنده ويتحمر انه تشوف حقيقي بتقود دي قد اللي يرادا جامعاتها أمت الصومالي. هي أي. وحين أدر روح أنها تبوكم. توكم
وأنا كأغنى هذا كارتا فيتشر كنينا وين مدوية جامعة هذا كبرنا شغل مالي ما يلا رودا قاعدنا مالي بدنا اللي قيس وعرارينا وحوي مركا هذا يروح ربنا إنه جامي أو ما تقارن إيش نطهل ما بس لا نجيله وحن كوير واحد يلي سان مركا وهو رئيس اللي يرده ولا استعماره إنما كده استعماره يقابل في الدين تزكو استعماره يهرب سكد 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 ديده بدني ما ديني الصومالي ما ديني خد قاعد أو صار قاعد أو أرجنسيش السويس الصومالي ما سويس دل كان أحسابك إيمان دون أحساب تا إيمان دون تبرد وحك وحجيد دون أحساب ودنيا جيد دون حسب ودنيا أو ونكسن أو بدني ما دي وشركي الصومالي ما يقارن ما دي نسوي على الدنيا أيا كم جاهن دون وفكرته وانا كسرين هو قام في عيه انا كمان كاس كبير لكن هدا كعدون هالسوينينا هدا كعدون سويسان وشباب بلدين ولا اللي هي شباب بلدين سوري حكا إذا الله هي دل كان استابلتاي دقينا شيء سوى حمانيسا وحس بدلوا معنانا المكينيسا فوضوء بكينيسا لكن هدا واحد يليساني اللي يرى كان او سوق الجوغ الله حيسان الوشقين هيا هنوني الصوماليما برا وحرقي الصوماليما دل تسكو حدي سوعني مركض اللي يرى وحرقي الكهرباء أنا وقعد على اليرة هو أنا الكبر قصدي دولدو أنا كبر قصدي سوق سوء استعجل وتعني جو بروفيسور عمر سين دور وحربينا كويديو إن بدنا نحلو العلي هجان كطلق حناي الحكومة دي اللي حاضر في أمريكا أو غيره بارلمان في الصومالية وحلو تري يا ماشاء الله كتير ويسيد دولدو إنه كتير تاني يجو كوكيه يهين كوالا ديك سدوا أما قيد تقولها مش ندي دولة كرعة ولا افتقد أن أقبل حتى عقل كصوبها يبقى سرعة تصالة مشين كي إذا هو مل من يقول جبل مقارنة وصلنا قالوا لي شو قال مركب ملديه كراميش هو بدن هي لها دولة الدهان هي هو بدن وفشل شو قال برلمان كانت كتير تقريبا بقول قرن وكهل برلمان كان وكذا روح عيري برلمان هو أنه الشعب يكبر سو قربس برلمان كوين الشعب اللي كبقى الشعب اللي كبقى وما كجرب برلمان كوا بقى يعني حكومة ضيء مدحتوية يهذاك الدول دول وين برلمان كبقى إلى برلمان كوا دفاعي وشعبي شعب مرك هذول نقض الشعب أو واحد دفاعي لي أو الله كبقين أو والله وش السنة هذي بدنا حق النفريسي اللي حد يبان كتوك حيستو أبا وسيرك كحيستو فحب برلمان كنغوري يا مرك أنا بره دم بدم بقى روي وحلا أديك سال واستعمال بقولك وبقول أنا جو سو جنبش موشين مركي موشين لك يانو موشين الله سياح بعد بلي مركي موشين الله سياحه العقبة الأولى سنة سو بكرة مركي أنا برلمان دفاعي ما يروح لي حاجة يشتاق وش يقعد سو بكرة بس عسيلة وادق الله مايا عسيلة إذا ما حد شو عسيلة يا وادق الله ماي برا ما كان كان الله يمشين بكير يا أستاذ كسوي من يوم سكان شقيني بركي دي والبا وعرب حاله شو عسيلة دي والبا تبغى سوي تقول ما هو حسيني يا بصر عمر وحويدينا مركب محمد وحويدينا يا محا حاله تكون بدليس قبيل كان وجمهوري الأمسية الترنتيف كانوا هيسان ودك انا كو قنعنوا ان انا ورسيدانا ما عيدي قرشيسه وها نو قرشيسن احساب وتهدى الفرعيه حساب تاس ان انا كد حسابين او كد حلو او شادي نو دك سوماليدا هو دنينتا حسب كميده ان كو دشو ودك درنسيه قبيل كو انو سدنتو داهي او سوماليمدي قرنمدودي مدمدودي كشقينا الى سمي حوك هذا واحد يقول بدل يمجو لكن دتك وإلا الديار شوي دتك وإن اللي أمسيو قرني ما دول اللي أمسيو بنتك الأورجانيزيشن الصومالية أو الدنيا اللي ده في علنا إنه هلاو أو الدنيا إنه هلاو مدة الدوري إنه واحد بدل لنا تاسوي مدة ثلاثة يدو كسعة تنا تاسوي وحنا نوم مغطى دتك كل إحنا الله الشعب يقول إنه دياري هذا واحد إنه هلا واحد ألترنتيف إنه هلا وأنا واحد جري واحد لوش غيني واحد صعوني أنا أهين مطلع أنا إيش واحد ضد شعب يدونه الشعب دربي صوت تبتي أنا وما ويا بنا هاي سواء واحد ربان يوان قبل هاي نكون فيت قشدار موت كبها كهر جاي وحن كذا وحوي وحن لقاها الله يقول لي هي
إثيوبيا إيه الصومالي نقول بعض دمر كي ندخل هاللي وفول بوي حنك من سنة إن قبيل كي وتعيه سد دفاع يعني يسوي هالليان بعد هذا وحنك من سنة قبيل كلفت يسينو كمبه هو إن لفر فلي هذا هذا اللي واحد الصومالي دمينا تاسوي فإذا مر كان وشذا وشذا واحد واي أنت عن للدفاعين دولة صفقة ركوتشلة أنت على الدفاع إن مدحوينه أنت على الدولة وحلا قشيعين مركو وهو الرئيس هل هذه عفمات كذبك مركي عفمات كذبك الله يرضى كذبك الله يسوق كذبك إيه شيء كذبك يسأمنه مركه هو حلا قشيع وفدرالي سنة إنه في عن سماري جميز مركه حلا قهل هذا محمد عبد يوسف أدو هذا العد عليه إن وحوي هذا الذي سنوات بدن بيت لبنان إن ميادا كبقين إن نفتها لباتل وجوسل وجدلو سؤالي هو سؤال تاس سببتو أرون ده شيء جيسو سؤال أرون مجعل مس واحد ويا نمو ينبان هاي واحد ويا إله يقول ويا هاي ودا عبد نمضى ودا نمضى عندنا وجه مرن مايو عندنا وقبض مايا كسر تاجنت هاي عندنا وكاج مهد علينا يا وأنا كسود وين يا بقول كي بقول وأنا كرع سنة هاي فكر كاجو ولا كسر وسليم كا السلام عليكم ورحمة الله هذا ما سمعت عن يوري شيء اللي بقى سيد الجريمة بتوه نفتي ده مو بقى ماي أنا جيدي ده مر بعد نمضى يا لكن واحد ويا إلهي قوم قصبين أنا إنت لك إن متقنا الصومالي دنيا ذكاء أمس كما أمس يكره وحربنا شغل كويدي هذا كهر مرة هل كان تميت واحد كهذا شيء عيد مرة الصومالية يسيعها يكون يسيجن أما هاد شو بين مقدشة أما هاد شو بين والله ده مهم آخر عيدا قرر مرة السنة عيد مرة بيجي كل يوم بدين وحن حسوسا عيد مرة الصومالية دولة مقدشة جوجا إني كوي جدا بيه أنا ما كنت عادي الله كم إذا هيدت كيشوف بتبادين إذا أنا حسوا صحيح يلا أمس اللي شو شو قال أنت ما مسنت عيد ما قرر إنه هاد شو بتبادين أنا عيد ما قرر المجلس إذا ماذا حمر جوجا يكون بيلا كريتو كل قبائل وهير هي هي بنوي كو حمر جوجا بيلا حمر دقلفتو إسكو ما درسنا إيه بدل دولة كاره ده يجها ها إسكو ما درسنا سو ما كو حمر جوجا إسكو درسنا كو قبائل جوجا إسكو داي بيل والبعيد إنك يتقاد ويا جنرال هي من هالشيء سو مكر مركا إذا نهار واحد لا يلو ولد سو ما يقدر وهاي سو يبدل سوي مثل أنا مكان تقرا اني ما كان ليش الا عرفت شو بالبال سعيد وغلب كذي لا يا جلال غير وعي جلال غير ها 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 لكن ها 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 محول ليها أنا أقول محلين هذا الصومالينا وش هذا؟ أنا كرقاد أجنبي محول ليه أنا أقول وحلانا بحر ما كان يحكم الدين وحبي سمي كران أين سمينين الدورة إيه ما كاتين عكفي رسول بروبلمي ذا الأبوره هو قبل ذا الأبوره هذا واحد اللي يري دورة شو قف يعود كذا ما يماكر وقال لك الكروجا سهلال وحا ما كرت وحا ارن كان لقد مع سنجه ارن كاس وحو كو سوكر ولا دريم كرا سومالي لان وحا لي عالان اي سو دغته سومالي سومالي لان واحد بس مدحوين ما كو بنت لان تقعد ادو تقت علم بنت لان اسارن يا كي سومالي ده كيس ما يمكي لا تقعد سيدو كلو مركي لا تقعد باي دبا سيدو كلو حكرون قبع صومالي ما دير سنة دي بهشين سين دي بهشين سين أنا بلغينا كرش سجاسني اللي حد يعني تم حمر ديار كرها عن قال كعيب تجيب عن قال كعيب بس كإيجار أنا أنا قافر وبلد كسكو ذا نمت بوساسا على كرسي دي وصور هلا وان مت سجاسني سجاسني اللي حد مشكلة دي جرت ما جري وحك قبيل هو دير سنة مجر طبعا نلود ما حكيت عود كميتي هنا دير سنة إدل سدية كداية وحد أقول عن قال كعين لك على قيد فيه بالير هير ولا قيد سين دلك واحد داون يسين سلام الله عليكم ما كان داهي أو سلورا كل جهة كافرية في لا ينو هذا الكيس نور بيبي إنتو سنة قبل حين مركا ما كان داهي أو أهل عيالي هم سومالية وقدميس أنا نصيله كذي بسي وأنا شو بس أنا قلنا ما كان داهي ما تنتهي دريرة
جدًا جدًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدر وقت سلامي مركوري. ما أنتوا حنوي متحال كان. إن سؤال مقبول بلسة وحن عامل سنة هاي فكر كاجة. وحن عاد وجعلستي سومالي نما هذا. تعسانا أنت إكانته. ساعة ودت وحن جعلستي هنا كسيو هدية. مرك وحن جعل هاي هنا سو استعكت وهدية يقدونه. وطاي. ما تقدر. لكن تقدر توفر كرتاح. على كيوكي. هديت في عمس. ويل كاجن هذا صاحب الله. يا. وبس ما. أنا تحرى أي هذا كاجي أها ودك حب هني هاي تدخل تبدي بتشوفه. ينقو ودنا كفريو. أيام أحنا كبي هنا تبعنا. حبك ودد عن بروسيس الحرائي إنه هذا ما صدق أي واحد كلوا الدنيا يعني ما كفيل واحد كبي ده جدي قال يح دستور قرن سو نوش يعني هذا هو دستور واخذ بيني وخلت خيال لسان مس ناس عذاب بس كده يسال تحسين إنه جواب تمرنا هذا سؤال خشكوني هذا ما صدق أي يا سؤال كعين سدحت هذا شيء ما أنا سؤال مو تلاقين سر هذا ما شاء الله ويبين عالم لا بشيء عربا مركو روح في هذا قفقو وين من ويا أنا نقفقو ويا برنامج كمان تكسوه قبل ويا ما شاء الله ما تروح حركة أنت لور ما عادي بيدا كله يستي أنا قفقو دني إنه يحط ورون تمر وبرنو كهاد برجع لي هاد مقالنا قد قلنا شرر بن سومالي كده عدد بدن عمالي كل جيم سوتشي لكن سمعت أن تعرف ما الحلت هاي يعني ودي إني مديس يمرور بسيط ورنت وشيء قال هذا ما صنعت هذا الوقت يعني مديري على كيما هذا كوس وحاجة وما صنعت هاي إيه إذا كوسو وهو يعني نجا جود نجا كتير سنة يوم برنامجك هنا هانتي جود دي متقن ما ده حبنا أنا مدة دبر داعي وشغلي لودي ولا تشين ويا فاسيلتي أنا لصمة مرك أنا جا مرك الشغل دي قبلني دي بسحب هذا نواص من هذا بب هذا بنو بدل عمد بفوس من إذا دور عطوبة بدلين هي بدلين ونوجد بين مرك حكومة ولأن أنا وساس إنت أصلا كسر شغلنا صوت دياري وبرنامج كتير مرك أس برنامج ومرك أنسيه لكن أفتي قد بقى أن لا تابع كريم بأكل جرة مثلا من دم القرن الصومالية هرية دلكا دولات كجمهورية الصومالية سوبراني تادي سيء وحصل ما تابن كرو الدين تي سيء لو واحد وحيارة وحلا جب الدليل كريوي لكن غضب هذا كرو أنا وحبال لجب الدليل كرا هذا كأي واحد كم إذا عودن كإن الله يشتو شو ودنا وات ما عودن شن تودنا يشتو وحول لو صدق ودنا جلبيرة يلا ودنا أفريقيا أنتم واحد كم هذا شذي إنك هلا يجوري وشيء ما ليه كم هذا شريعة كم هذا سيدنا ابن هدنا وددك أقالي بحناي مركا شام أنا هشكو قاد كريشة ددك شنتي ودنا أبغى عوضي ودنك معنا عروش كي مشاهد كوي أنا لدك على أيوة هم معنا ددك أما مشاهد كده رد بحناي ودمار أفريقيا كاو حشوا يعني أمانك ودنك ودمار هيك بيت كأقالي بحناي مركا سيدنا هشكو معناها waa former colonial power way dadkiina gubeysan jiray way adduunka hadda uu haray inuu gubistaan raba taariikhiyan markii dib loo noqdo markaan naga xurriyada doorinay yaan xurriyada ka doorinay waa kuwa ka doorinay way kuwa kala qaybiyo shan shanta loo kala qaybiyo
meel inuu kala tuurana waa iyaga laftoodiiwey marka ehela nooma aha waxay noo tarayaanna male hadday soomaali maslaxad markaa ka leeyihin rabaan soomaali hal sana dowladan maya hadteen soo garmis waxay keensanay rag iyaga la jira oo daba dowladii u waxaya oo markaas dowladda dhaqaaqdo ma loo rabo soomaali dowladda waxaan rabaa adigu halkan joog adigu halkan joog adigu xagga joog mid walba meeshii loogu tago xoogaa jeebka loogu rido la kala dhaqaajiyaan rabaa taas ma tiran nimanka tagi wadan taa wey kuwan afrikaankan waaba nimankan toos isu haysanay wey halkaas arrintu taaganta derbiga la dhisaayana taas weye marka kenya ayaa lala hadlin ninka dhahaya muxuu rabaa aa muuqay aad u maadsan tahay gabagabadii barnaamijka maraynaa waqtigana waan hayaa waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaa su-aasha ugu dambaysa ku weydiinayaa in badanaa ku celcelisay anigu xil kama rabo adigoo kaga jawaabayey hadda hadlada aad wadon xil baad ku raadinaysaa madaxweyne waxaan ahayn waa qabtay baa tidhi marka wax kale kama rabo xildhibaanimada laftigeedu waa xil la qabto dowladda soo socota ma ka hari doontaa oo ma tan ma kugu dambaysaa mise weli taas laftigeeda xilalka aad tirinaysa kuma xisaabsan anigu haddaan xil doonayo aniga igu xiranta xilna u dooni maayo wax shaksi u dooni maaya waana shaqaysto xil haddaan doonayo xil soomaali ugu shaqeeyo soomaali ku difaaco soomaali ugu hadlaan raadinayaan laakiin anigu waxaan isweydiiyaa maanta o dhanna waan runtii waa maqlaya dadka inta badan waxa laga hadlaayo or marka qaarkood maria antonieta naagta la oran jiray oo uu qabay ii sheeg boqorkii waagaas jooga faransiiska by napoleon wuxuu ahaa miscator ayaa waxay tiri dadku markay banaanbaxayeen rotimay doolsho cunaan marka hadda waddaniyadeennaan iyo soomaalinimada iyo dalkii runtii intii wax ku soo baratay ama sidaad oo kale ilaa dhagax tuur iyo ilmanimo xabsi u galay waxaan u malaynaa maanta dabayaaqay ka sii yihiin meeshaan waxa yaalla se wax aan hadda indhaha laga qarsan karin oo ah dad qofka soomaaliga ah ani kolley sharci qaan baan ahay markii sharciga lagu dhigaayona qarannimo waa lagu sifaynaya waxa micnaheedu uu yahay siday ku timaado wax la yidhahdo qaran laakiin annaga inteena badan waxaan ku mashquulsannahay wax la yidhahdo qowmiyad oo ah ethnicity ethnicity qowmiyad iyo qarannimo waa kala duwan tahay marka shan iyo labaatankii sano lasoo dhaafayna inta badan waxaan ku mashquulsanayn wax la yidhahdo qowmiyad oo ah de qowmiyadda aa laga sii faraamaayo reer hebel reer hebel reer hebel laga yidhahda marka ma kula tahay adoo runtii aan isleeyahay waqtigaagii waad gelisay in loo baahan yahay bahasha in la tafsiiro what it means macnaheedu muxuu yahay qarannimo wax la yidhahda su-aashataan ku weydiinaya waxa weeye qarannimo horta waxa weeye philosophically waxaa la yidhaahaa molta tribu formano nazione waxa weeye qabaa'il badanu waxay foormaareeyaan qarab ay sameeyaan nashin bay aruuran nashinku marka sharciga uu leeyahay waxa weeye waa sharciga iyo dastuurkiisa nidaamkiisa waxau ku dhaqmo combres waxaasoo dhan isku jira ayaa qaran la yidhaaha waa dhulkiisa waa cirkiisa waa baddiisa waa sharcigiisa waxaasoo dhan laisku daray iyo awoodihiisa laisku daray waa qaran wey qarabkaas weeye marka qarankaa in wax loo dhimo midnimadiisa iyo wadajirkiisa ayaa la diidayaa oo waxaa la rabaa qaranku inuu ahaado wax dhisan oo jira oo lagu soo xadgudi karay inuu noqdo ayaa loo baahanya oo midnimadiisa sharaftiisa la ilaaliyo oo dadkiisa sharaftiisa la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo oo waajibaadkooda iyo yowl gutaan qofka muwaadinkaa wuxuu leeyahay laba waxyaalood midna waa xuquuq uu leeyahay midna waa waajibaad laga rabo weeyaan waxaasoo dhan insiyaama la isku daray ayaa qaranka ka kooban yahay ayaa qaranka ka koobanyahay aad ayaad u mahadsan tahay xildhibaan maxamed cabdi yuusuf waqtigeeda qaaliga aad u soo bartay inaad kulala qaadato oo warbixinta siisa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka hole sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa shacbiga soomaaliyeed ee waqtigooda iyago laftigooda usoo uray inay kulankan kasoo qayb galaan kadibna aragtidooda iyo fikirkooda ay la wadaagaan xildhibaanka waxa ay ku diidan yihiin aragtidiisa iyo waxa ay ku raacsan yihiin ay muujiyaan sidoo kale waxaan mahadcelinayaa guddoomiyaha jaaliyadda efsa cali awaare iyo rofesor cumar shire guud ahaanna barnaamijkii aad ka daawanayseen telefishka caadiga iyo fsl t v iyo radio b oo is aad ka dhegaysanayseen inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhinaca kaamirada waxaa si wada jira noogu joogay sayid cali iyo saalax
Oh,